بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرفه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بالاستجلاب يا أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم ما فيها مات، فإن الله عز وجل أن ينفع بذلك. عليه وسلم انه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فتقبل منا انك انت السميع العليم. قال العلامه ابن القيم: لا يثبت هذا الحديث، ضعيف، بل اوصله بعضهم الى درجه الوضع لانه موضوع لا يعمل به. الحديث الضعيف وخصوصا الموضوع لا يعمل به ولا ينسب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد المعرفه. قبل أن تعرف أنت معذور، لكن بعد أن تعرف يذكر هذا من باب البيان والتنبيه عليه، كما فعل العلامة ابن القيم هنا. أولا روى بصيغة التمريض ثم صرح قال: ولا يثبت. وروي عنه صيغة أخرى كما أشرنا، وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وهذا ضعيف وإن كان أحسن حالا من الذي قبله، لأنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف، ولكنه لا يبلغ مبلغ الذي قبله إلى درجة الوضع. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقصع عن ابن عمر. هذا الحديث حسنه بعضهم، وإن كان سميع العلامة ابن القيم يشير إلى أنه ضعيف، ولكن لوجود شواهد له لا ينزل عن درجة الحسن، قد يكون حسنا ولا يكون ضعيفا. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. هذا الحديث من حيث هو فهو ضعيف، ولكن توجد له شواهد، وارتفع الحديث وتقوى بشواهده إلى أن ثبت. حديث ثابت من حيث المعنى بشواهده، وإن كان ضعيفا في سنده، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة السائل، ودعوة المسافر. وفي هذا المعنى ورد غير ما حديث، يعني أكثر من حديث، وإن كان بعضها فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. إذن الدعاء، حديث الدعاء، دعاء السائل سواء كان عند الإفطار أو طالما هو صائم، هذا الدعاء ثابت، ليس كالأدعية التي أو الأذكار التي تذكر عند الإفطار التي قلنا فيها إنها ضعيفة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا من الشرق والغرب فقد أفطر الصائم. ما معنى أفطر الصائم؟ وفسر هذا الكلام بأنه قد أفطر حكما، وإن لم يتناول مفطرا إنه قد أفطر حكما. هذا تفسير. وإن لم ينوي الإفطار. وفسر بأنه قد دخل وقت فطره. هذا التفسير الثاني هو الصحيح، هو الذي عليه أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث. فأصبح وأمسى، إذا قيل فلان أصبح وفلان أمسى، أي دخل في وقت الصباح ودخل في وقت المساء. معنى قد أفطر أي دخل في وقت الإفطار وحل له الإفطار وجاز له الإفطار، وليس بمفطر ولو لم يتناول شيء لا يفطر. لذلك يجوز الوصال من السحر إلى السحر. لو قلنا فهو مفطر حكما فصومه غير صحيح لما صح الوصال من السحر إلى السحر. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه نهى الصائم عن الرفث. الرفث
الجماع ومقدمات الجماع، هو كل كلام يتعلق بالنساء أو الكلام مع المرأة كلاما يثيرها أو يثير الرجل، لا ينبغي للرجل أن يتكلم مع امرأته وهو صائم كلاما غير عادي، كلاما يثيرها أو يثيره خشية أن يقع في الجماع. هذا هو الرفث، الرفث الجماع وما يسبب الوقوع في الجماع مع المرأة منهي عنه. لذلك مبادرة النساء أو مبادرة المرأة إنما يجوز للرجل المبادرة فيما دون الفرج إذا كان يأمن على نفسه ويملك نفسه من فوق الإزار، ذلك جائز أي أن يتمتع ما لم يخف على نفسه. أما إذا كان خائفا على نفسه أن كان قريب عهد بالزواج ينبغي أن يبتعد عن ذلك خشية الوقوع. ونهى عن السفر، رفع الصوت في الأسواق، الصيام يهذب الأخلاق ويمنع من الأخلاق الشاذة كرفع الأسواق والسباب الناس والشتائم، هذه من قول الزور. وجواب السباب بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الساب بغير سباب، فأمر من ابتلي لمن سب أن يقول لمن سابه إني صائم. اختلف أهل العلم هل يقول ذلك بلسانه أو يقول في قلبه، منهم من رأى إنه يقول ذلك بلسانه لأن هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، ومنهم من رأى إنه يقول ذلك بقلبه لأن القول يشمل قول اللسان وقول القلب. وفصل بعضهم تفصيلا، إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه لأنه لا يخشى من الرياء، والناس كلهم في رمضان مثلا الناس كلهم صيام، إذا قال إني صائم لمن سابه لا يخشى عليه الرياء. وأما إذا كان متطوعا، وصوم التطوع غالبا سر بين العبد وبين ربي، لا أحد يعلم عنه ما لم يعلن هو، لذلك ينبغي أن يكون بقلبه خشية الرياء لا يقول بلسانه، لأنه إذا قال بلسانه ربما جاءه وسواس الرياء، وأن يكون ذلك بمثابة الإعلان عن صيامه. إذا فليصبر وليقل ذلك بقلبه ليذكر قلبه ولئلا يثيره السباب، ويصبر على ما زاد على ذلك. Thank you.
من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان. سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، دل ذلك على أن المسافر له أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وله أن يصوم إن شاء إن قوي على الصيام. ومن هنا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، إن ذلك ليس على الإطلاق، وإنما ذلك في حالة خاصة، في حالة ما عجز الإنسان عن الصيام وربما سبب له السقوط والوقوع على الأرض. في مثل هذه الحالة يقال ليس من البر الصيام في السفر. أما في الحالات العادية فعلى هذا التفصيل، إن رأى من نفسه نشاطا وربما ينشغل فيما بعد عن القضاء له أن يصوم، وإن رأى في نفسه تعبا أو أن الصيام قد يعوقه عن أعمال أخرى كأن سافر للعمرة مثلا ورأى أن يفطر ليقوى على الطواف والسعي وعلى تلاوة القرآن وعلى تكرار الطواف بالبيت، رأى أن يفطر لذلك فالفطر أولى له. وخير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بين الأمرين، بين الصيام وبين الإفطار. ولو كان الإفطار ولو كان الصيام في السفر مطلقا ليس ببر لما خيرهم بين الصيام وبين الإفطار، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتال. إذا كان السفر سفر جهاد ودنوا من عدوهم أمرهم بالفطر ليتقووا بالفطر على مقاومة العدو وعلى قتال العدو. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة، كان في الفطرة قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر فيه قولان؟ فهل لهم الفطر فيه قولان؟ أي إذا كان المسلمون في بلده ولكن حصل القتال في البلد كأن هاجم العدو البلد والناس صيام ورأوا أن في الإفطار لهم قوة على العدو، وهل يجوز لهم أن يفطروا وهم ليسوا بمسافرين وهم في بلدهم؟ يجوز لهم أن يفطروا ليتقووا بالإفطار على العدو وعلى القتال؟ قولان لأهل العلم. ويقول العلامة ابن القيم أصح القولين أن لهم ذلك، لهم أن يفطروا وإن لم يكونوا مسافرين لأجل القوة على القتال. ويقول وهذا اختيار ابن تيمية شيخه، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق في حرب التتار. كان الإمام ابن تيمية من المحرضين للمسلمين على القتال ومن الناصحين للسقاط على القتال، على قتال التتار، وليس من الذين يحثون على القتال ثم يدخلون المساجد أو بيوتهم، لا، يحرضهم على القتال ويتقدم أمامهم في الميدان رحمه الله. وأكثى للمسلمين الذين يحاربون القتال في دمشق في سوريا أكثى لهم بالإفطار ليتقووا ذلك على قتال عدوهم. ووقعت في قبلة دمشق وقعة كبيرة ومعروفة في التاريخ، وكان لابن تيمية في ذلك موقف فريد يشبه موقف الأنبياء، حتى بعض الأمراء وبعض المسلمين وساقهم إلى أن أوقفهم أمام العدو وهم ينزلون حتين من مكان منهدم العدو، فأوقفهم هذا الموقف فقالوا له أوقفتنا أمام الموت، فرفع بصره إلى السماء وشخص ببصره ودعا كثيرا بدعاء سري إنما يرون تحريك شفتيه، ثم بعد ذلك انطلق وانطلقوا خلفه فقاتلوا فنصرهم الله وهزم أعداءهم بطريقة ما كانوا يتوقعونها. والراوي يقول لم أره بعد ذلك
لأنه دخل في المعركة لم أره إلا بعد النصر وهزيمة العدو، ما رأى شيخ الإسلام إلا بعد ذلك. هكذا كان يشارك في القتال ويحث المسلمين على الصبر ويفتي لهم بالإفطار ويدعو لهم بالنصر ويبشرهم بالنصر، وأتم الله لهم ما أرادوا في تلك الوقعة التاريخية. الشاهد في مثل هذه الحالة يجوز لغير المسافرين للمقيمين أن يفطروا ليتقووا بذلك على مقابلة عدوهم سفرا عاديا ليس سفر حرب، ويجوز لك أن تفطر. فكيف لا يجوز لك وأنت تقاوم العدو وتقاتل العدو في البلد وتدافع عن الإسلام والمسلمين؟ بل هذا أولى، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، أي هذا يكون من باب الأولى. ترخيص الفطر للمسافر دل لفهو الخطاب على جواز الإفطار في البلد إن احتيج إلى ذلك لقتال العدو، فإنها أحق بجواز، لأن القوة هناك في السفر تختص بالمسافر، هو الذي يستفيد من قوته وحده، والقوة هنا في الحرب في البلد له وللمسلمين، أي يستفيد من قوته المسلمون معه كما يستفيد هو، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولا شك في ذلك، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. وهذه المبررات كلها تجعل العلامة ابن القيم يرجح رأي شيخه شيخ الإسلام بأنه يجوز الفطر في البلد للمقيمين في حالة القتال، ولأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، إذا من باب اتخاذ القوة وإعداد القوة الفطر في الحضر في حالة الجهاد والقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، والرمي لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء الذي يقوي المجاهد على الجهاد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم أدنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، لم يأمرهم ولكن عرض عليهم عرضا فقال والفطر أقوى لكم، وكان ذلك رخصة بترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلوا منزلا آخر أقرب إلى العدو فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، أمرهم بالإفطار، فكانت عزمة أي واجبا. يقول الصحابي فأفطرنا، فلعل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى قوة يتلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر. أي للفطر سببان، السبب الأول السفر، السبب الثاني التقوي على العدو، والسفر مستقل بنفسه في جواز الإفطار، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فعلل في هذا الفطر الذي تقدم الآن، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه في جواز الفطر، ولم يذكره في تعليله في هذه القصة، وإنما ذكر الدنو من العدو ولا أشار إليه، لم يقل بأنكم مسافرون وإنكم على سفر، فالتعليل به التعليل بالقوة على القتال، والتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، أي تعليل الفطر بالسفر فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وهو السفر. الشارع ألغى هذا السفر، هذا السبب الذي هو السفر، وإلغاء وصف القوة
التي يقاوم بها العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة هنا لقاء العدو والتقوي على لقاء العدو وعلى قتال العدو، وألغى السفر الذي هو السبب الأول، والعكس لا يجوز، أي أن نعتبر السفر هو السبب، وعدم اعتبار القوة أو اكتساب القوة هذا لا ينبغي، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. إذن الأولى الجمع بينهما، بل تغليب ما علل به الشارع وهو القوة على العدو. نعم. وبالجملة فتنبيه الشارع، الشارع الحقيقي هو الله، فيطلق لفظ الشارع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له التشريع بإذن الله تعالى، بدليل أمر الله تعالى المسلمين بطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطلق طاعته وله الطاعة المطلقة، لذلك يطلق عليه لفظ الشارع، وإن كان الشارع الحقيقي هو الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله شريعة الله، لذلك يجوز إطلاق الشارع عليه. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبلغ عن الله لا يجوز إطلاق الشارع عليه، لذلك ما يسمى برجال التشريع جناية في الإسلام، رجال التشريع يسمون رجال القانون رجال التشريع، هذه جاهلية، فأنهم يشرعون شريعة غير شريعة الله، إذ ليسوا بمأذونين من قبل الله تعالى ليشرعوا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له وأوحى إليه أن يبلغ من عنده أحكاما غير موجودة في القرآن، بل يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، لذلك يجوز أن يقال له أنه الشارع. وأما رجال التشريع فهؤلاء مجرمون يشرعون شريعة غير شريعة الله وغير الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إطلاق رجال التشريع عليهم للمسلمين. يقول العلامة ابن القيم: فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد، لأجل الجهاد أولى منه بمجرد السفر، وهذا واضح، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليها بأن يفطروا لأجلها، لأنكم مسبحوا عدوكم غدا، أمرهم بالإفطار فأفطروا. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنه قال رسول رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا، ولم يقل يوم سفر فأفطروا، ولكنه قال يوم قتال. إذن التعليل بالقتال أقوى من التعليل بالسفر. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء فأفطروا، الفاء تقتضي التعجيل، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ، كل أحد له فهم بأسلوب اللغة العربية يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال لا لأجل السفر. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد سفر عادي
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في الفطر هي رخصة من الله بسبب، فمن أخذ بها فحسن، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أحب أن يصوم لظروفه الخاصة فلا جناح عليه فليصم إذا لم يلزمهم بالفطر لمجرد السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فلنجب على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل: هل يكره السواك بعد الزوال كما عند الشافعية؟ الجواب: لا يكره السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، بل لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. والذين كرهوا السواك استعمال السواك بعد الزوال ظنوا أنه يزيل خلوف فم السائل، وخلوف فم السائل عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. لما سمعوا هذا الحديث ظنوا إن هذا التغير الذي يحصل في الفم من ترك الطعام أنه هو الخلوف وأنه يذهب بالمسواك، لذلك كرهوا. الجواب على هذه الشبهة: لو كان خلوف فم السائل ما يزول بالمسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك. فكيف؟ لأن خلوف فم السائل بمثابة دم الشهيد. يأتي الشهيد يوم القيامة فدمه لونه لون دم وريحه ريح مسك، لأنه عين، الدم عين. ولكن خلوف فم الصائم الذي ليس له عين يأتي يوم القيامة الصائم وخلوف فمه كريح المسك أطيب من ريح المسك. إذن ذلك ما ينبعث من المعدة عند قلوها من داخل المعدة، وأن المسواك لا يزيل. وأما إزالة اصفرار الأسنان بعد النوم، وفي المناسبة هذا مطلوب للصائم وغير الصائم، بل الصائم أولى، لأن الصائم يكثر من قراءة القرآن، وتالي القرآن كأنه يتحدث مع الله. ينبغي أن ينظف فمه ويطهر بالمسواك، لأن المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على السواك مطلقا، وأمر أمرا مؤكدا أن يستعمل الإنسان المسواك مع كل وضوء ومع كل صلاة، ولم يستثن الصيام وعدم استثنائه بالصيام. بل قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك أو يتمسوك ما لا أعد كثرة. وكان عبد الله بن عمر يرى وهو ذاهب إلى المسجد لصلاة العصر وهو يتسوك. والمسواك عند السلف ما كانوا يتوقفون أبدا في أمره في الصيام وفي غير الصيام. والذين استدلوا في الحديث الذي تقدم حديث خلوف فم الصائم إنما هو اجتهاد منهم، والاجتهاد لا يجوز أخذه لغيرهم ممن تبين لهم بأن خلوف فم الصائم ليس أمرا يزيله المسواك. ولو كان ذلك أمر يزيله المسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مؤكدا. والله أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها. سافر في غزوة بدر وفي غزوة الفتح، وبعثا في رمضان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. هذا محل الشاهد على أن المسافر للقتال إن رأى أن الفطر أقوى له عليه أن يفطر. وهذا الحديث يشهد له ما تقدم من الأحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر لما دنوا من العدو. وإلا الحديث في حد ذاته في سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، ولكن صحيح بشاهده.
يشهد له ما تقدم من الحديث. وأما ما رواه الدارقطني وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت. فهذا الحديث يحكم عليه العلامة ابن القيم بأنه غلط، والغلط يحتمل وجهين: إما غلط عليها أي الرواة الذين رووا عن عائشة رضي الله عنها، غلطوا على عائشة في رواية هذا الحديث عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط. وإما يكون سهوا منها وغفلة، وهذا يحصل. ويشبه ابن القيم هذا الموقف بموقف عبد الله بن عمر، حيث ردت عليه عائشة رضي الله عنها نفسها، حيث قال ابن عمر: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، لما سمعت عائشة هذا الكلام قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة إلا وعبد الله بن عمر معه، وما اعتمر في رجب. ومع ذلك غفل وسهى وذكر أنه اعتمر في رجب. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر صلى الله عليه وسلم فجميعها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. إذن كما سهى وغفل وقال اعتمر في رجب عبد الله بن عمر، كذلك القول بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها: إما أن الذين رووا عنها هم الذين غفلوا ونسبوا إليها هذا القول وهو غير صحيح، أو أصابها ما أصاب ابن عمر بالنسبة لرجب، لأن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها إنما كانت في ذي القعدة. نعم. وإن من النبي صلى الله عليه وسلم تكبير المصابة التي يقول بها الصائم بحق، وصح أمر من جاب لديه، قد أبقى رجل وخليفة الكلب في سفر ثلاثة أيام، وقال لي الصائم: قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يشكون السفر يذكرون بغير اعتبار من كانت في دعوة البيوت، ويخبرون أن لا يعرف متى هو أجره صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: فجئت مع أبي بكر وعمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل من القسطنطينيه في رمضان، فلم نصل البيوت حتى بعد السفر. قال طيب، كنت اشهد عن البيوت. قال ابو بكر: قال ابو بكر: اترى عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود احمد. قال ابو احمد: فجئت مع ابي بكر من القسطنطينيه في المدينه، فلما دخلنا من الساعه امر بالفتح فقريت ثم الان في الغزاه وذلك في رمضان. قلت يا ابا بكر: والله ما تقي وسلم ما يكون ذلك. قال: اشرف على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: قال فقلت: قال فلما تقتلي حتى بلغنا. وقال محمد بن زاد: جئت عبد بن خالد في رمضان ورويت سبعا، فدخل سبع عشره وقد خلف الشهر سبع، فدخل بقران فاخر، فقلت له: سنه؟ قال: ثم سنه هيا. قال: تشتري حديث حسن. قال: سار قليل فيه فاكل واستقام وغروب الشمس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين. تحديد المسافة للقصر وللفطر لم يرد في هذا التحديد نص صحيح صريح. وردت أحاديث في ظاهرها الاختلاف والاضطراب، ووردت آثار من أهل العلم، منهم من قدر بيومين، ومنهم من قدر بأقل من يومين، والأقوال كثيرة ومضطربة. نص على ذلك الإمام ابن تيمية قبلا للقيم بأنه لم يرد نص صحيح صريح في تحديد مسافة القصر التي فيها القصر وفيها الفطر،
وإنما يرجع ذلك إلى العرف، وأيما مسافة يطلق عليها أنها السفر، ويحتاج الخارج إلى هذه المسافة إلى أخذ الزاد، يجوز فيها الفطر ويجوز فيها القصر. هذه خلاصة ما وصل إليه أهل العلم بعد دراسة الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام تكبير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، ولا سهى عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال: الميل منتهى مد البصر، بمعنى في مسافة أقرب من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، وذي الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال. وهذا الصحابي أقر في نصف مدة مسافة 3 أميال، أي نصف هذه المسافة، ولكن الكلام منتمد. هل أفطر في هذه المسافة أي في بداية سفره، وأنه يريد يواصل السفر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة في آبار علي، وليس معنى قصره عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة أنه سافر إلى ذي الحليفة وأن هذا منتهى سفره، لا، بل هذا بداية السفر، بمعنى أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره فخرج من المدينة وبدأ في القصر والجنب من هناك. لهذا المفهوم لا إشكال في المسألة، ولكن الإشكال إذا كان هذا الصحابي سفره انتهى إلى هذه المسافة في مسافة 3 أميال فأبقر في ذلك، هذا الذي فيه الإشكال. وإذا كانت المسافة بداية السفر كما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام القصر في ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجة الوداع يوم السبت بعد أن صلى الظهر 4 في هذا المسجد، وخرج إلى ذي الحليفة وقصر هناك صلاة العصر، لأنه خرج من المدينة وبات هناك إلى يوم الأحد، ولم يحرم للحج والعمرة هو وأصحابه إلا بعد الظهر يوم الأحد. وهذا بداية السفر وليس نهاية السفر، وفي مثل هذا لا يستشكل، ولكن الاستشكال إذا كان نقول يجوز للإنسان أن يفطر إلى سافر إلى مسافة مثل ذي الحليفة، ولكن الاستشكال إذا كان نقول يجوز للإنسان أن يفطر إلى سافر إلى مسافة مثل ذي الحليفة، وذي الحليفة اليوم دخلت في المدينة واتصلت البيوت بيوت المدينة بآبار علي، فأصبح هذا المكان جزءا من المدينة، ولا يجوز للإنسان الآن القصر والجمع والفطر في ذي الحليفة كما جاز ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك بداية سفره، لأن المكان قد اتصل بالمدينة فصار جزءا من المدينة. وأما عندما كان خارج المدينة فمعلوم فمعقول فليفهم هذا، لأن بعض الناس قد يفطر في هذا ولا يزال يقصر أو يفطر وهو في ذو الحليفة ويريد السفر. وقال لمن سام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا هذا اجتهاد والحديث فيه مقال، ولكنه قد يتقوى مع ما بعد. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، كأنهم يفرقون بين القصر وبين الفطر. بالنسبة للفطر لا يشترطون مجاوزة البيوت، قال ما عزم على السفر له أن يفطر ولو لم يجاوز البيوت. وبالنسبة للقصر لا يقصرون حتى يجاوزون البيوت، هكذا يفرقون بين الأمرين. ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أن هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته يعطى هذا حكم الحديث المرفوع، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفضاء في رمضان،
فلم يجابس البيوت حتى دعا بالسفرة. وعلى كل فهو مقبل على السفر وعازم على السفر. يستفاد من هذا التفريق بين السب بين القصر وبين الفتن. قال له اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مع الذي قبله. وإن لم يخل من مقال يقوي بعضه بعضا وينهض للاحتجاج به. ثم قال ولفظ أحمد لكفت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعاني إلى الغداء أو إلى الغداء وذلك في رمضان. الغداء ما يؤكل قبل الزواج. وأما لفتة الغداء لا يقال لأن الغداء كل ما يغذي في أي وقت أكل الإنسان. وتسمية ما يؤكل قبل الظهر غداء هذا هو الصحيح. أما تسمية ذلك غداء كما يسمي بعض الناس الآن يقولون عشاء وغداء وهذا غلط. الغداء كل ما يغذي أكلت صباحا أو مساء أو في أي وقت. إنما يفرق بين ما يؤكل في المساء وبين ما يؤكل في الصباح إلى الغداء لا إلى الغداء. وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا الجهة التي نقصدها. هذا بداية السفر. وكما تقدم تفيد هذه الآثار التي تعطى حكم الرفض من الصحابة أنهم يفرقون بين القصر وبين الفتن. قال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رشدت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام وهو في منزله فأكل. فقلت له سنة؟ هل هذه سنة؟ قال سنة. ثم ركب. وهذا أبلغ من الذي قبله. وهذه الأحاديث والحديث الأخير قال فيه البيهقي إسناده قوي. فإذا ثبت ذلك إن الصحابة رووا وأثبتوا لأن الفطر بالنسبة لمن عزم على السفر يجوز قبل أن يخرج من منزله وفي قريته. وأما بعد خروجه وقبل أن تغيب المنازل فهذا كثير من الصحابة. ولأهل العلم في هذا أقوال. منهم من يرى الخروج من المنازل على الأقل لا أن يكون سفره من منزله. ولكن حديث أنس يدل على جواز ذلك. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. وأما هذا فلا إشكال فيه. أي إن الإنسان إذا سافر وهو صائم هل له أن يفطر أو يستمر هذا اليوم في الصيام طالما بدأ في الحضر ويفطر من غد إذا كان في السفر؟ ليس بلازم. هذه الآثار بمجموعها. وإن كان الفطر في البلد قبل أن يخرج محل خلاف ولكن بعد خروجه وملابسته للسفر ودخوله في السفر لا إشكال فيه بأنها صريحة لأنه يجوز للإنسان أن يفطر وإن خرج من بيته صائما. نعم. قال
الإسلام محمد بن قال يا الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذه من المسائل التي يكثر فيها السؤال. لو جامع الإنسان امرأته قبل الفجر وفي وقت السحر فطلع الفجر فلم يغتسل بعد، فهل يجوز له أن يصوم في هذا اليوم؟ وقع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له أن يغتسل فيصوم، ليس فيه إشكال. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعد أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ذلك بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه. أما الذي يخاف على نفسه من الوقوع لا ينبغي له ذلك، وسيأتي في آخر البحث التفريق بين الشيخ وبين الشاب. وإن كان العلامة ابن القيم يرى عدم إثبات هذا الحديث، ولكن الحديث ثابت بشواهده. ينبغي التفريق بين الشاب وبين الشيخ. الشيخ الذي لا يخاف على نفسه، المضمضة القبلة عنده كالمضمضة، أي كما أن المضمضة لا تفطر، ذلك القبلة لا تفطر. بالمناسبة لا ينبغي أن يخاف الإنسان في المضمضة والاستنشاق وهو صائم، لعدم الغلبة في الاستنشاق، يستنشق ولكنه لا عند الوضوء ويتمضمض، هذا لا يبالغ. يرى بعض الفقهاء لو زاد في المضمضة الإنشاء على الثالثة ثم بلع الماء أي سبقه ماء أنه يقر. أما ما دام في حدود السنة سبقه الماء ولا في جوفه وهو قاصر لا يقر، ولا زاد لأنها زيادة أو ورقة في الوضوء، زيادة على الثلاث وليس بعمل مشروع. وإذا سامح في العمل المشروع لا يتسامح معه في العمل الزائد على المشروع. ومسألة القبلة والمباشرة نظر فيها خلاف قوي بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن من قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما لو نظر فأنزل فليس عليه القضاء، وإن نظر أو قبل أو باشر فأمدى عند الجمهور ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفار. والإمام مالك في هذا الباب من المتشددين جدا، خالف في ذلك الجمهور فقال من قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء والكفار، ثم من نظر أنزل فعليه القضاء دون الكفارة، وأما من أمدى في هذه الحالات فعليه القضاء دون الكفارة. هكذا للإمام مالك رأي خاص يخالف فيه الجمهور، والجمهور على ما سمعتم
ومسألة الكفارة غير واردة مطلقا إلا في الجماع. وهذا الكلام الكفارة على من تعمد الفطرة وعلى من قبل أو باشر فأنزل، إيجاب الكفارة على هؤلاء هو من فرد به مذهب الإمام مالك وخالفه فيه الجمهور. ولو كان مع الإمام مالك الدليل لما رددنا لقوله خالف الجمهور، لأن العبرة عندنا ليست بالكثرة وإنما العبرة بالدليل، ولكنه لم يأتي بالدليل، والدليل إنما ثبت في الكفارة بالنسبة لمن جامع، وما دون الجماع لم تثبت الكفارة في حقه، والله أعلم. واما ما رواه ابو داود روي هنا حديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمس لسانها فلم يثبت هذا الحديث. الحديث ضعيف، حديث مس اللسان لم يثبت ضعيف، وحديث القبلة ثابت. هذا بالاختصار. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، قال قد أفطر، وفي لفظ قد أفطر، لا يثبت لا هذا والذي ولا الذي قبله. وقال العلامة ابن القيم بل هذا حديث منكر الأخير هذا، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، هكذا يصرح العلامة ابن القيم. ولكن كثير من أهل الحديث يصرحون الحديث الذي ضعفه العلامة ابن القيم في هذه المسألة، في مسألة التفريق بين الشاب وبين الشيخ يثبت هذا الحديث فيفرق بينهما. الحديث الذي فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، ولما نظر فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. يقول العلامة ابن القيم إن هذا الحديث لم يثبت ولكن غيره أثبت. الحجة الحافظ حجة على من لم يحفظ. إذا كان الإنسان وقف على مسألة أو كيفية ثبوت ذلك الحديث وأن الراوي لا مطعن فيه يؤخذ ذلك الحديث فيفرق بينهما كما هنا. نعم. قال من حديث صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال صلى 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 الله عليه وسلم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إثبات القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه. هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، ولا ينبغي للمالكيين إذا ثبت عندهم هذا الحديث أن يتركوه مؤثرين المذهب ومقدمينه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز لأي صاحب مذهب أو لأي متمذهب لأي مذهب. إذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلاف مذهبك فيجب عليك أن تترك ذلك المذهب وأنت ليس لديك حجة إلا أنه مخالف للمذهب فتتبع المذهب، وخصوصا إذا كنت عاميا، والعامي ليس له مذهب، والعامي مذهبه مذهب مفتي، لأن العامي واجبه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي عليه أن يسأل، وعلى المسؤول أن يبين المسألة بالدليل،
ويبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذا كان في مذهب مالك رحمه الله من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء، نقول ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، بل كان إمام أهل الحجاز. مع ذلك كان يقول وهو بجوار الروضة: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عثرنا بعدا على كلام له رحمه الله أو كلام منسوب إليه ووجدنا الحديث الصحيح السريع بخلاف القول المنسوب إلى الإمام مالك، نقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، ولو كان الإمام مالكا إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح وسريع، فلنسمع نفس الحديث: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهناك شيء أصرح من هذا من حيث الصحة، الحديث متفق على صحته، ومن حيث الصراحة سريع، لأن الناس إنما أكل وشرب شيئا ليس باختياري، وهذا الأكل لا ينسب إليه، والشرب أيضا لا ينسب إليه، إنما نسبته إليه نسبة مجازية. وإلا في الحقيقة لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، حيث ذهب اختياره وأكل وشرب بدون اختيار ناسيا كأنه في حكم المكره. إذا نسبة الأكل والشرب إليه نسبة مجازية غير حقيقية، لذلك لا يؤخذ بأكله وشربه، بل عليه أن يتم صيامه ولا قضاء عليه. هذه مسألة من المسائل التي خالف فيها مذهب الإمام مالك، أحاديث صحيحة وصريحة في هذا الباب. المسألة الثانية مسألة إيجاد الكفارة على من تعمد الأكل والشرب في رمضان كما تقدم، كذلك ليس فيها دليل صحيح وصريح، فالواجب على من اطلع على نصوص تخالف مذهب إمامه عليه أن يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد قول ما قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من تجريد المتابعة، وتجريد المتابعة من الإيمان. كما أن إفراد الله تعالى بالعبادة من شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كذلك تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهما معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تجريد العبادة لله تعالى معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الدين كله وهو الأساس. والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دال على أن الجماع مفطر الأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. المفطرات المجمع عليها التي لا خلاف فيها بين أهل العلم الأكل والشرب والجماع والقيء إذا غلبه، أي إذا تقيأ، والقيء إذا تقيأ لا إذا غلبه. وأما الحجامة ففيها أحاديث صحاح وأحاديث ضعاف. والذي يظهر من كلام أهل العلم إن الفطر بالحجامة منسوب، ولا يصح شيء في ذلك بعد النسخ،
ولكن نظرا بأنه مظنة مظنة للإفطار لا هو من المفطرات، لذلك لا ينبغي أن يستعمل الحجامة الصائم. أولا الخلاف بين أهل العلم في أحاديث الحجامة خلاف طويل وعريض، وإذا جمعنا أطراف الأحاديث التي وردت في الحجامة نجد في أول الأمر صحت الأحاديث في الحجامة ثم نسخت، وهناك آثار تدل على عدم الجواز وآثار تدل على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والأحوط للمرء عدم استعمال الحجامة نهارا، إما لأنه مفطر عند من يرى عدم النسخ، أو إنه عرضة للفطر بأن يضعف الإنسان بعد خروج الدم ويضطر إلى أن يفطر. لأن لا يؤدي إلى كل ذلك ينبغي لمن اعتاد الحجامة أن يستعمل ليلا لا نهارا وهو صائم. والقيء إذا استقى عمدا، أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لكن من استقى قصدا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبطل. ويرى بعض أهل العلم إن السبب في القيء ليس الخروج، بل لأنه مظنة بأن يعود بعض الشيء بعد أن يخرج إلى ظاهر الفم، وإلا فمجرد الخروج ليس بمفطر. وعلى كل قال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في من استقى عمدا فهو مفطر ومن غلبه فلا. وأما الجماع فالأكل والشرب لا خلاف في هذه الثلاثة، أي في الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب بالأحاديث الصحيحة، وأما الجماع فبكتاب الله تعالى، لأن الله أباه للعباد الرفث إلى نسائهم ليلا في ليالي رمضان، والمفهوم أنه لا يجوز ذلك في النهار. وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال الصيام. كل ذلك دل على أن الجماع كالأكل والشرب، وهذه الثلاثة لا خلاف فيها، وكذلك بالنسبة للقيء إلى السقاء. ثم قال ولا يصح عنه في الكحل شيء. رويت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، وربما خرج إليه وهو قد اكتحل بجسمه، إلا أن الأحاديث والآثار التي وردت في هذا لم تصح، أي لا يثبت لا نفيا ولا إثباتا. والأعوض إن الصائم لا يستعمل الكحول نهارا، لأن الكحول يدخل إلى الحلق، ومظنة بأن يدخل إلى الجوز، وإذا كان لا بد من الاستعمال فليكون ذلك ليلا، لأن استعمال الكحول ليلا عند النوم من هديه عليه الصلاة والسلام في غير الصيام. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. كذلك وردت أحاديث بالنسبة للصيام، منها قول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. والأحاديث التي وردت بهذا المعنى لم تخل من مقال ولم تسلم، ولكن الدليل الصحيح أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك المتوضئ عند كل وضوء والمصلي عند كل صلاة، وهو لم يستثني الصائم، والصائم داخل في عموم الأمر. ولو كان المسواك مما يزيل قلوب فم الصائم ويسبب لزواله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بالنسبة للصائم. ولما لم يثبت النهي دل ذلك على أن الصائم داخل في عموم الأمر بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. وذكر الإمام أحمد عنه
أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، أي أن الاغتسال للصائم وصب الماء على رأسه من شدة الحر أو العطش لا يؤثر في صيامه، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق عند كثير من أهل الحديث داخلان في غسل الوجه، وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، إذا لا ينبغي أن يترك الصائم المضمضة والاستنشاق بدعوى إنه صائم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، وهذا دليل على إثبات أصل الاستنشاق للصائم أنه يستنشق ولكنه لا يبالغ. كذلك في المضمضة ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قال الإمام أحمد. وما ورد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم الثابت احتجم وهو محرم، أما لفظة وهو صائم غير ثابتة. وقد أطال العلامة ابن القيم في هذا الباب سرد الأحاديث والآثار بالنسبة للحجامة، والخلاصة إن الحجامة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، فما ورد من النهي عن الحجامة إنما كان في أول الأمر ثم رخص في ذلك، ولكن الخلاصة ما قلنا من باب الاحتياط، لأن الصائم ينبغي أن يحتاط لصيامه، وإن لم تبطل الحجامة ربما تكون عرضة لأن يفطر بعد العجز من خروج الدم، والله أعلم. قال العلامة ابن القيم والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا يصح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلاف ذلك. هذه من المسائل الفقهية الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء، ينص العلامة ابن القيم عدم ثبوت الحديث في ذلك، وبالنسبة للحجامة لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، كذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن السواك أول النهار ولا آخرة، وقد كره السواك آخر النهار كثير من الفقهاء، وخصوصا فقهاء الشافعية، ظنا منهم بأن ذلك يزيل خلوف فم الصائم، والجواب ما سمعتم. ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام إن من خير خصال الصائم السواك، ولكنه لم يثبت. وقد عرفنا القاعدة عند العلامة ابن القيم إذا قال ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أو روي عنه يشير إلى أن هذا الحديث غير ثابت، إنه ضعيف، والصيغة تسمى صيغة التمريض، ولذلك الحديث ضعيف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتعل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليه في رمضان وعيناه مملوءتان من الإسمنت، ولا يصح شيء من ذلك لا الأول ولا الثاني. وروي عنه أنه قال في الإسمنت ليتقه الصائم، ولا يصح. وإنما يذكر العلامة ابن القيم هذه الأحاديث مع عدم صحتها ليبين درجتها، وهذا باب عظيم من أبواب العلم عند طلاب العلم، وأن الإنسان يطلع على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويعرف وضعها وضعفها، لئلا يغتر بها لو قرأ في كتاب من الكتب، ولئلا يحتج بها أو رأى من يحتج بها ليبين. لهذا الغرض يذكر هذه الأحاديث وهو غير صحيحة رحمه الله. وروي عنه أنه قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. إذن هذه الأحاديث كلها إنما يذكرها العلامة ابن القيم ليبين مكانتها وضعفها.
لا للاحتجاج بها، والله اعلم. نعم. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام التطوع، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. لما انتهى الكلام على صيام شهر رمضان والمفطرات وما جاء فيه، جعل يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. فصيام التطوع انواع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، اي يفطر من الصيام. وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم من شهر اكثر مما يصوم في شعبان. وفي شعبان وردت احاديث تدل انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم جله، اي اكثر شهر شعبان. ووردت احاديث صحيحه انه صام الشهر كله، صام شهر شعبان كله. فاذا ورد حديث صحيح انه كان يصوم شعبان، اي يصوم جل شعبان، ورد حديث اخر صحيح انه كان يصوم شعبان كله، وفق اهل العلم بين الحديثين بالوجه الاتي: يصوم احيانا في بعض السنوات الشهر كله كما يصوم رمضان كله، وفي بعض السنوات يصوم جله ولا يصوم كله، ليفرق بذلك بين شعبان وبين رمضان. فرمضان هو الشهر الذي يصام كله دائما لأنه ركن من أركان الإسلام. وأما شعبان للإنسان أن يصوم أحيانا الشهر كله، وفي بعض السنوات جله لا كله، تفريقا بين الشهرين، بين شهر رمضان وبين شهر شعبان. هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، إما بصيام يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم الخميس، أو بصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض. لا بد أن يصوم من كل شهر، لا يخرج شهر إلا وقد صام منه ما تيسر. ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس. لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أشهر سردا أيا كانت تلك الشهور، وهذا ما يفعله بعض المبتدعة الذين يزيدون في دين الله تعالى ما لم يأذن به، وهذه بدعة للجهل. ولا صام رجب القط، وصوم المعروف الآن عند عامة المبتدعة بصيام رجب، إما في أول رجب أو في وسط رجب أو في آخر رجب أو الرجب كله، لا يثبت شيء من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما يصوم من رجب ما يصوم من غيره، كيوم الاثنين ويوم الخميس وأيام البيض الثلاث، لا لأن ذلك من رجب، بل لأن ذلك من هديه في كل شهر. أما تخصيص رجب بالصيام لم يثبت، كما لم يثبت سرد ثلاثة أشهر معا. كل هذا ما يفعله المبتدعة، والعجيب من أمرهم إنهم لا يعرفون من شعبان شيئا، ولا يهتمون بصيام شعبان، علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف على صيام أي شهر بعد رمضان غير شهر شعبان، لأن يصوم كله أحيانا أو يصوم جلا. هذه السنة الثالثة في الأحاديث الصحاح مجهولة عند المبتدعة، ولكنهم
زين لهم الشيطان صياما غير مشروع وهو صيام رجب أو صيام ثلاثة أشهر سردا. ولا استحب ولا صام رجبا قط ولا استحب صيام، لم يصمه ولم يستحق، لم يأمر به ولم يقر من صام، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وإن لم يثبت هذا النهي لضعف الحديث ولكنه لم يثبت صيام. العبادة توقيهية